كلعب حملاوي بيقى سنتينا اليوم 31 ديسمبر 2022. هذا الأسوار الخارجية نشاهدوا أنه ما فيهش هذوك الأسلاك الشائكة اللي كانوا هنا نزعوهم. عملت فيديو لفت الانتباه لهذه الصورة المشينة ولكن اليوم نزعوها الحمد لله. إذن لا داعي لنشر هذا الفيديو لكي لا يستعمل من طرف أناس قد يسيئون إلى البلد. المهم الآن المنظر جيد، والمهم كاين الناس اللي تصلح الأشياء يعني غير جيدة وتعمل. قسنطينة هنا في الساحة الخارجية لملعب شهيد حملاوي. ملاحظة فقط، موقف السيارات، هذا الموقف السيارات الكبير، يعني ننتظر في الماركاج لينير اوريزونتال، ننتظر في الماركاج اوريزونتال يعني الخطوط السطحية اللي يعملوها أفقياً، إشارات أفقية لتعيين مكان كل سيارة، لأن هكذا نظل لو بقات هكا فوضى كبيرة من بعد ركن السيارات. هذا موقف السيارات اللي ملعب الشهيد حملاوي اليوم 31 ديسمبر 2022. ملاحظة فقط انه غياب تخطيط الاماكن ركن السيارات الافقي، يعني ماركاج اوريزونتال، شاهدوا مازالوا ما عملوهمش، انه من بعد ستحدث فوضى في ركن السيارات. ما نظنش نساوهم،
ظن انه مسألة وقت فقط، ربما ينتظروا يعني مخطط له عنده وقت معين لكي يبداو في هذا العمل، ما استغرقش كثير. ولكن هذا الباركينغ بدون خطوط حاليا كما نشاهد. VIP and VVIPE سي اكس لا لا VIP and VVIP اكسي. وشي هذه very interesting personality VIP and very very interesting personality اثنين اكسس VIP and VVIP. ما نعرفش هذه في في اي بي اول مره اشوفها. شاهدوا الان المدخل تغير تماما، عملوا من الالومنيوم اشكال اللي انواع رياضيه. لا كرة قدم ايضا كرة قدم. شاهدوا تزيين ال هذا المدخل VIP و VVIP. نشاهدوا مناظر من المحيط الخارجي لملعب الشهيد حملاوي اليوم 31 ديسمبر 2022. اليوم 31 ديسمبر 2022. شوفوا الأجواء ما شاء الله. هذه الإقامة الجامعية كان لعائشة اللي صممها المهندس الياباني كينزو تانج، وهي تعبر عن مدرسة ستركتوراليزم. نشاهدوا استعمال هذا على شكل عمود حامل، وهو في نفس الوقت سلالة من الصعود إلى هذه الطوابق. هذا فندق الماريوت، يبان جزء منه فقط. هذا جسر صالح باي. هذا مقر مولودية قسنطينة، وأمامه مقر شباب قسنطينة.
حتى هذا المشروع إعادة التوازن لوادي الرمال، شاهدوا بأنه مخلفات الورشة قد تم إزالتها، هذه البنايات الخفيفة في عملية تنظيف كما نشاهد. نرغب في الأطرباء الموزوعة